هذا آخر شيك وصلنا من صيدلية الكهرباء، خالصين 2,350,000 ليرة سورية، وهذا شيك 7,856,217 ليرة حصتنا من كنزية حرستا، هذا ثمن حصتنا اللي بعناها. لا والله إذا هيك مالي مسافر لغني هالكم موال اللي براسي، أمسح فيك الأرض يا زهير وبشرشح صحتك يا غصة وبهري نعمتك يا غدير وبسرحك وبرجعك على ضيعتك يا سيد جاد، وبعمل جهدي تحبيني يا غيداء كم يوم ومسكر له دار النشر لهذا العجوز المتصاب اللي عامل لي حاله مثقف، واخيرا بنطرقك جوازه يا ست منى تاني يوم الصبح بعون الله، ونقول لك باي باي. ايه وين صرنا؟ هلا هدول صاروا 37 مليون. هلا على الحارك بتروح بتبدلهم دولار تبعتهم على حسابي الجديد تبع فرنسا. برافو عليك على فرنسا. شي ما بيخصك يا بي، شغلة شباب هي، شغلة شباب. ليه؟ عروزانا عروزانا كل حالة فيها، شو عملت الروزانا الله بجزيرة. ليش ما خليت اخواتك يعملوا لك الشاي؟ لك يا امي عملته انا وخلص. الله يرضى عليك يفتح ابو الشفينه ولك مراتك يا رب. قولي عليك يا رب، قولي عليك اذا كان الحكي صح. لك شو عم تحكي؟ عم تمزحي انت ما هيك؟ طلعي فيني يا ربي دخيلك. شو مصيبه هي؟ انا شو ذنبي؟ انا شو ذنبي؟ عم بقول لك خدروني وعملوها ابن الدنيا غيدا. وكانت تبقى معه أبو مريدة تساعده. يا ربي يا ربي ليش نحن دوننا عنك الخلق الله؟ يا ربي نحن شو عملي؟ لك شو عملي؟ شو عملي؟ ليش عم تبكوا؟
شو ما في قانون بالبلد بتفكري الشغله سهله؟ طلعوا بلا علاقة يلا. الله يوفق بس سكر المحل بس. اخي طلعني احنا مسكره يلا. وداخل هلا على صفقة رح يطلع لي منها شي مليونين دولار. ساعتها رح الحشها بوش أبوها مثل الكلبة. شو قلتي؟ قلت حل عني والله مالي فاضي لأحلامك. أحلام شو؟ عم قلك هاي الصفقة لها. نعم سيدي وصلنا. الله معك. أبي أسلم لي على عمك. مرحبا. حضرتك الآن سيدة صبري؟ ايه. شرفي معنا لو سمحتي. بس زبط لي ممكن بس غير ثيابي؟ تفضلي. ولا بدي اسمع منكم القصة بالتفصيل واحد واحد. مفهوم؟ تفضل. سيدي انا ما بحكي الا بوجود محامي. سيدي انا ما دخلني. سامر هو اللي بيعرف. يا سيدي ورحمة امي يا سيدي انا ما بعرف شو صار. سيدي انا مالي هذا بالفوز انا مالي على ابوه. سيدي انا رح احكي كل شيء. انت بتعرف عن مين عم تحكي؟ عن ابن حضرتك سيدي. غفلك! انت اديب الذوق ما بتحترم قيادتك. مقبولي منك رفيق. يسلموا. ناولي المحضر. انت على راسي من فوق يا رفيق ابو سامر. هذا محضر التحقيق فيك تقراه على محلك. بلا تحقيق بلا ضراب الصخب. مقابلة تاية تفضلوا لبرا. طو! بس انا معي تعليمات من القيادة رفيق ابو سامر. تعليمات شو؟ بإلقاء القبض على كل المتورطين. لبس السبيع اللي متورطين. مع السلامة حبيبي. مع السلامة يلا. أمرك. هون شباب. يا تقبرني غيرت أقوالك يا قلبي. قديش دفع لك زهير؟ وعدك يحميك يحمي لك أهلك. آه يا قطة أنت. بس ماشي الحال يا خدير. نتحاسب.
بدك تطير يا غراب. بدك تقلد مشيتي يا وش النحس. ليه غدير طير؟ طير بس لا تعلي. لا تعلي يا اوعى. شوفوا الاحمر. والاحمر في شغله كان لازم تفهمها كثير منيح قبل ما تفكر بالطيران. انك مهما عليت راح بتضل تحت لانك واطي. واطي واطي كثير. بتعرف ليش؟ لانه هيك هيك طبيعه الحياه والتاريخ. تعملوا صلات اعملوا، تعملوا اشتراكيه اعملوا، تعملوا مدري شو اعملوا، حقكم. بس بالنهايه كل شيء بيرجع لطبيعته. ما بصح الا الصحيح. ابن الباشا بضل ابن باشا، وابن المرابع بضل ابن المرابع. يا ابن المرابع. تعرف ليش ما بيبزوا عليك؟ لأنه بزتي أغلى من شواربك. لا! وينك؟ غسانو؟ ما ضاف إلى وظيفة. بح طارت. وأختك غيداء. وحياة شرفك اللي ما بيسوى عندي ولا لقلي لحتى تنام هون ترى الصدر. لحتى تعرف يا سيد غدير تغير أقوالك يا وسخ. طيبه على كيفك يا صبره. قيدا ايه غيدا نايم يا حرام. والله نايمه. فيها فيها ما تفهم علي وقع. ما تفهم علي وقع. صحيح نسيت انه انتو الرعاة ما بتفهموا الا والصرماية على راسكم. نزيد فيقة يا واطي. حبيبي إذا بدكم أعملكم المتة أنا بعمل لك إياها براسي. ما بتزبط. غيداء يعني غيداء. إيه ما فشلت بعينك يا منحط يا واطي. شو عم تحكي ولا خرفانة؟ شو عم تحكي؟ شو عم تحكي؟ حكي لنا أحسن لك أكسر راسك وراسك الأول. فكر يا أمي خلاص يا أمي. شو عم تقول فيك يا أمي؟ يا كلب يا حقير يا حقير. طيب ورا ولا بسيطة تدفعكم ياها يا آل المرابع. ايدك وما تعطي قليل الأدب ما في ترباية تضرب بها الأخلاق. يا لهوي يعطيك العافية أمي. لك لا والله يا ابو يوسف انت بتعرفني منيح.
بس الولد لازم يكون بعد بكرة بلندن مشان يلتحق بالجامعة ترى. يوكسفورد يا أخي. هاي أنا موجود قدامكم. لك لا لا يا أخي، بكرة الصبح بيكون عندك بالتحقيق. بس إنه رجاء عندك إنك ما تأخذ كلام هدول الجماعة على محمل جد. مو القصد، أنا مسؤول عن الموقف كله يا أبو يوسف. أهلين مدام. أهلين بمقامك الرفيع. أهلا وسهلا فيك. تفضل تفضل. هاي أول مرة بنحتاجك فيها، مرة لنا إياها يا رجل. لا والله لا عم هتك ولا لي عم بمننك. طيب طيب خلص خلص، بكرة بيكون بالتحقيق. مع السلامة. أهلا وسهلا، شرفتي البيت. يسلم البيت وأصحابه. ممكن تقبلي هاي مني؟ يسلموا ايديكي، بس ما كان في داعي تعصبي حالك. لا ولو ما في عذاب. عن اذنك. على القليلة قهوة. مرة تانية ان شاء الله. ميرسي على الهدية. كلك ذوق. على فكرة هاي مو هدية الزواج. هاي هدية شكر وعرفان بالجميل مني إليك. جميل؟ أنا جميل؟ ولو ريحتيني منه. بدك أكتر من هيك عمل خير بالدنيا؟ باي. شوي بدي احكي لك شغله. ما عاد في حدا احكي له غير انت. ها لك عم بيخونوني الكلاب. الكلاب عم بيخونوني، غدروا فيني. انا سامر شايف هالزمن؟ شايف شو كلاب؟ كلاب عندها الحقيب. ولك باعوني باعوني باعوني. انا سامر معلمون وداش راسهم. الكلاب لحم كتافهم من خيري. باعوني. طلع شوي، انا ما عاد لي غيرك. منى مين بدي احكي غيرك؟ ولك سامر رجعني ولا تطفو. كلكم عندنا الكلاب، كلكم عندنا الكلاب. منى منى طلع شوي، بس بدي احكي لك شوي. بدي فش قلبي. منى منك منى منى ما بدك تطلعي منى. تافه كلبة حقيرة. أصلا أنتو كلياتكم صراصير صراصير وكلاب ما بتجوا إلا بالدعس. عم تفهمي؟ الله لا يوفقك، الله لا يوفقك، الله يفضحك مثل ما فضحتني. الله لا يوفقك، لا يوفقك.
والله انفضحنا بالحارة. الله يسرط الصحيح يمشي بالطريق. الرايح بيسألني والجاي بيسألني شو قصد من خانه مع ابن هذا المسؤول. لا وعم يسألوني صحيح بدي تهرب معه. لعم شو بنتي تهرب معه؟ لا ابو لؤي بيسألني بيلي امتى بدنا نخلص من حكاية هذا الازعر صاحب بنتك؟ لعم لك بنتي هلا صار لها صاحب. بنتي صار لها صاحب. يا رب يا رب دخيلك يا رب. وكل الله يا ابن الحلال. وكل الله يا ابن الحلال. الله لي وفقه إلهي يا رب ولي يسر له. صاير ما حدا عم يسمع الكلمة. العمى لك العمى حتى غسان الحشرة الحقيرة عم تظهر عنده بوادر تمرد. ولك بشرفي بدهم يمشوا مثل ما بدي. لازم تخلي الكرباش على ظهرهم يا سامر ليل نهار. أنا بفرجيكم يا كلاب. أنا بفرجيكم. لما أبوك الله يرحمه توفى على إيدي ما قال لي ديري بالك على الولاد. قال لي ديري بالك على كرامة الولاد لأنه كان بيعرف أنه الشرف والكرامة أهم من الصحة وأهم من الشغل وأهم من كنوز الدنيا. فالله يوفقك يا أبي. لا توطي رأسنا. لا تخلي لا سامر ولا الأكبر منه يمسوا شعره من رأسه. لك يلعن أبو الوظيفة إذا بدها تجي بالقهر والزل. أمي أنه كرامة عم تحكي عنا مع كل الفقر؟ في أكتر من هيك زل؟ كرامة ما رح تطعمينا ورح تأمن لي مستقبلي. بدنا نطاطي أمي ضروري نطاطي. بعدين بلتقى لها ألف حل وحل. ليش خفتي؟ ما في شي ما في شي ما في شي ما في شي. شو بك يا امي؟ ما في شيء. شو ما في شيء؟ ما في شيء ما في شيء ما في شيء. كل
درستوا كل ما بيحلى لسانكم مثل مشمش المستوية. اصلا انا الحق علي اللي هيدا. شو قصدك؟ لاني فكرت بواحد كبير مثلك فعلا اللي مثلنا ما لازم يطلعوا لفوا تنقرف رقبته. شو عم تحكي؟ هيدا شو عم تحكي؟ بتباسر على مين؟ على ابنك؟ على ابنك يا معين؟ بس هي اللي اختارت، هي اللي اختارتني ورجعت اختارت سامر. شو بيطلع لك معها؟ بيطلع لي سواد الوش قدام حالي قدام ابني قدام الناس. لا ويجي السيد سامر بيبهدلني قدامها قدام الناس، بيسخرني أكتر مالي صغير. شربت قهوتك؟ صلك زمان هون؟ حاملك القهوة. ما بدك تسألي لي ليش كنت عم تبكي امبارح؟ قلنا لك امي كنت عم بحكي على غيدة على ابي الله يرحمه. والله ماني مصدقتك امي. قلنا لك شو بساوي يعني اذا مالك مصدق؟ ولا شيء امي، ولا شيء. اعملوا اللي بيريحكم. ما يسكروا الباب. مبسوطة؟ والله مبسوط. لكن انت تنبسط وتسرفش وانا ادخل بتحقيق وسينوجين مع المديرة. الله وكيلك، اذا بتحكي معي كلمة برات الطريق وحياتي لحتى انقل لك يا هي ومعلمة واللي داعمة. لك كفوه ماي ما تشوفه. لا اكيد اكيد. ايه اتفقنا مشان غسان ما؟ ايه؟ تكرم عيونك يعني بالناقص مشكلة. كرمال عين تكرم مرجع عيون ما تقول. ماشي يلا باي بشوفك. مع السلامة. تبي على حالك ها؟
أنا بحبك يا منى. أنا بحبك يا منى. يعني ما بيريح ما بيغير عمره الشغل وستين الشغل ما بيريح. معقول تحبس حالك هيك بالبيت لا فوت ولا طلعه؟ وين بدك يعني اطلع؟ وين بدك يعني اطلع؟ لك قسما بالله مالي وش اطلع على الحاره، مالي خايف اللي يشوفني حدا من الجيران يفتح لي نفس الدباجه. لك انا اللي بدي افهمه بس انه ابوه لهذا الولد هذا المسؤول الكبير ما له دريان شو عم يساوي ابنه. لك ما له عرفان هدول المرافقه اللي رايحين جايين معه. لك ما حدا وصل له كلمه لابوه، ما حدا عدا كلمه. العمى على هالبلا. اسمعي على هالنشيد الصباحي هذا عواط حماه الديار على بكره. حسبي الله ونعم الوكيل على الفضيحة. يا رب يا رب. أخي الملاحظات اللي كاتبها كتير مهمة. لو يا أستاذ أيمن تفضل أستاذنا. حاجة تواضع حاجة. طلع من الأبواب. قوم لألك قوم. لوين؟ قوم قوم. بس خلي لوين أستاذ؟ شو لوين رايحين؟ راجعين. طلبي لنا قهوة ولا لك شاي. شاي حاضر. استاجور رايي اذا عندك شي طلب كتر خيري. تفضلتي. بس مش عايش خلص. شو بدك هلا بتفهم جوا؟ شنو ظابط بدالي؟ ايه ظابط تمام. فوت خل قدام. بسم الله. يسعد صباحك سيدنا. شغل شغل. معبدو مريني منا
سوي له قهوة للعريس. طول عمرك تافهة، طول عمرك مقتولة بأنانيتك وقاتل البيت كله، مغرورة منفوشة مثل حبة البشار. احترم حالك، احترم حالك أحسن ما فرجي عليك. صباح الخير. وينك لهلا يا أفندي؟ أهلين بابا خير. عجل غير وعيك بدنا ننزل على التحقيق. تحقيق؟ أنا رح أنزل معك، ما في داعي للخوف. يلا ما بيغلى بسرعة، ما عنا وقت. تحقيق شو؟ ما عم بقول لك انت وحده تافهه، العمى ما اتفهيك. ركنه شوي. يا ترى وين بدهم يكونوا عملتوا؟ بالمكتب؟ لا ما بظن، اكيد بشي كفتيريا. بس ما يكونوا عم يقعدوا ببيتنا القديم بالميدان؟ لك شلون ما خطرت على بالي هالشغلة؟ يي يي، بعيد الشر بعيد الشر. خير؟ رجع علي بكير. ما اجوا الانسات. كل الانسات ما اجوا؟ يومين ورا بعض؟ ايه كلهم امي. شو وين غادة؟ غادة بأوضة غدير. شو يعني؟ بدك تضلي حابس حالك بهالطريقة؟ فكر فكر، اطلع عملي وصلت راس بالحارة. كمان من منطقي تضلي حابس حالك؟ ما بيكفينا واحد محبوس؟ ضروري يصيروا اثنين. شو اعمل؟ بديني شو ساوي؟ حاولي معه مرة تانية. شوفي حكي. رحت لها قالوا لي بالسجن. ليش؟ شو عامل؟ أما أنت شو هالحظة اللي عليك؟ ليكي غادة، أهم شيء إنه ما حدا يحس عليك، وخصوصي أمك، فهمتي؟ مبروك استاذ غسان. بارك فيك يا انصار، تسلم لي. شو مبروك ما مبروك؟ شو نايم على السيره انت؟ مد ايدك على عبق. يلا يحطك. يلا تلحلق جامعينكم. شو نطلب اللي بدنا اياه؟ بدك توزع مشاريب على كل الموظفين بالمبنى. هو استلم هالبرنامج؟ شو استلم؟ مدير التلفزيون؟ ايه وين شردت؟ لا معك معك. لا تكون حطيت عينك فعلا على مكتب مدير. ها اوه، حاسه ان طموحه ما رح يتم. ما هيك قصه؟
وانا حاسس بشي تاني كمان. حبيتك والشوق انبان والليالي الحلوه عالبان، خلي القلب يقول القلب رفقه نحن ووحده حال. بدك تطلب شو بنا؟ اذا بتقولي هالكلمتين بوعدك بشرفي بغلاوه سامر عندي اني يكون عبد عندك طول ما انا عايش. هنك كلمتين صعبين شيء. ايه والله يا معلم صعبين كتير. ندى انا طول عمري ما عملتك الا مثل بنتي، وانت بتعرفي هالشيء. انا طالب منك هالخدمة الصغيرة ترفضيها؟ معلم رغم قسوتك علي بالفترة الأخيرة، بس فعلا ابنك كنت أب، كنت أخ كبير لعلي. لا هذا بنتي اللي رعيتها وربيتها، معقول ترفض لي هالرجاء؟ بترجاكي امرك معلم؟ يعني إلا هون يطلبوك على الشهادة؟ وإنك رح تغيري أقوالك؟